السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا وكل خير. تم اليوم تدشين رسميا سيارة نيسان سنترا موديل 2023، تعتبر من سيارة سيدان كبيرة الحجم، طبعا فيس ليفت، لا يوجد جيل جديد. الجيل الجديد سوف يكون في عام 2025 لأن سيارة نيسان سنترا وارد الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا تم تدشينها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البرازيل. الداخلي كما تلاحظون لا يوجد تغيير كبير. شبيهة سيارة نيسان التما من الداخلية. هذا المحرك 4 اسطوانات 1.5 لتر توين تيربو. لا تنسوا متابعي قناة توتو سيتي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم، انتظرونا فيديوهات قادمة إن شاء الله.